هي ليله ديال الاحتفال ديال التكريم لمه الاحباب لمه الاسره الكبيره ديال الرياضه المغربيه. السيد رئيس العصبه الجهويه لكره القدم الاستاذ مولاي العزيز المدني غادي يتفضل. السلام عليكم، تحياتي للجميع. وبهذه المناسبه كنشكر العصبه ديال مراكش تفيلات مراكش العزيزه كنحضروا مع عائلتنا الكرويه غادي كنشرف الهيئه ديال المحامون اللي تشرفنا باش نتواجدوا معهم في هذا الملتقى اللي كنظن بانه النقاش كان فيه نقاش جد مهم، خصوصا في كل تدخلات كره ياسين ميلود اللي فعلا قالت لي واحد النظره لواحد النظره. السلام عليكم، علي حميد مهندس دولي اماني خبير دولي ورئيس المحكمه الافريقيه الوسطى والتحكيم. المحكمة الإفريقية للوسطى والتحكيم قصصها في النزاعات التي تهم المشاكل التجارية، كذلك لها غرفة رياضية التي ستهتم إن شاء الله بكل ما يهم المشاكل الرياضية، وخاصة بالنسبة نتكلموا على الرياضة على لي ترونسفير ديال لي جوار وعلى مشاكل المدربين ومشاكل ما تعطيش لا باش يدير لك امتحان يكتب لك لا جويبو كذا وكذا نجم القضيه ولكن غادي يستغل هذا واحد. في احدى الجنود العامه للجامعه الملكيه المغربيه طرح سؤال لمن نكون؟ كل عصبه كتكون ولكن لمن نكون؟ كنكونوا افواج كتكون كتعطي الدبلوم ديالها اش كيدير هذا الدبلوم؟ كيمشي على الخوف ديالو ديكور. اذا خاص من مصادر القانون اللي انتشر بها الاخوان في المغرب بخصوص الاستاذ غدش. انا في نظري اول حاجه يمكن نقولها على التكوين بالنسبه للمغرب هو انه كاينه ميزانيه كبيره تتصرف عليها. ميزانيه كبيره. الجامعه العصبه الوطنيه في هذا القطاع. علما بان عندنا اقاليم، علما بان عندنا فئه صغرى لتتعب خاصة تبدل قاريا وعالميا اقل من 20 اقل من 23 اقل من 17 اقل من 15 غيكونوا مقترحات لدى الاجتماع ديالنا بنروح نتصافوا في كل اقليم نقدروا نديروا فيه منتخبات كل جهه جمعت في كل سن الكره النسويه لا الشاطئيه لا الذكور لا الفرسان. المواطن هو ديالنا، ملي كتقول عصبة هو داكشي ديال طروازيام ديفيزيون، لا خصي سالي هادشي، نقوي المنتخبات ونقوي القمة ونفقر ونضعف القاعدة، وانتم برنامج العصبة، إلى مدى أش برنامج العصبة عن المواطن المغاربة في رقبتكم مواطنون المغاربة يمارسون. دائما كنرجعوا للأطلال وكنهضروا على النجاحات اللي عقدت الرياضة المدرسية. ولكن مع عبرنا فكرنا كيفاش نردوا هذا المكسب الكبير اللي كان في المدارس وهذا لابيبينير اللي كلشي يهضر عليها في المداخلات اللي هي الاصل في النجاحات اللي كتعرف الان اللي عرفت يعني الجزائر ماشي هو المنتخب اللي لعبوا في المقابلات الاولى واحد الشكل واحد الطريقه ديال الاقناع والامتاع وجميع الامور. جاو الماتش كتب عليهم بالضبط، الجزائر كان عندهم حافز اخر استغلوه رغم ذلك وصلنا معهم بنتيجه. نتمناو ان هذا الجانب وخصوصا الاعلام المغربي انه يمشي في هذا الاطار. انه نتذكر 2004 كان لي الشرف انني حضرت مع المنتخب اللي مشى لتونس مشى سي فهد الزاكي مشينا معاه وكنا حضرنا واحد اللقاء مع سي حسين سليمان وكان قالها اننا نحن كنثقوا في الكفاءات الوطنيه وهذا منتخب جديد ومنتخب اللي غادي نموذج جديد للتنميه. وضعوا الاسطر على مجموعه من المعيقات في المجال الرياضي وفي مجال تدبير السياسات العموميه الرياضيه في هذا البلد. واقترحوا واحد المجموعه ديال النقاط اللي ما يمكنش بكل صراحه نعرضوها عليكم لانه الوقت لا يسمح. واعتقد ان هذه الاليه ديال الاقتراح النموذج الجديد للتنميه هي كتبنا بالاساس على
القيادة وانتم رؤساء العصر راهو زيد دي ليدرشيب راه إصلاح القواعد والحكام. سيداتي سادتي، إن عصبة جهة مراكش آسفي لكرة القدم بعدما شرفت طموح بعقد هذا اللقاء فإنه من لقاء منذ لقاء جديدة والكل مجند رئاسة ومكتبا مديريا وإداريين. نقول الكل مجند لإنجاح هذا اللقاء وتهيئ الظروف الملائمة واللائقة بضيوفها الكرام. إنه بعد اجتماعات ماراثونية وتعميق النقاش حول شعار الملتقى وقيمته الرئيسية فإننا وبالإجماع اتخذنا كشعار له العصب الجهوية لكرة القدم الواقع والرهانات. أيها الحضور.